وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد العزيز العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وبداية كلمة تود توجيهها بمناسبة اليوم الوطني السعودي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم إلى تلفزيون البحرين بخالص الشكر على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عما في نفوسنا من مشاعر طيبة تجاه البلد العزيز على قلوبنا، المملكة العربية السعودية الشقيقة. بمناسبة اليوم الوطني 92، ونستذكر توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وأنتهز هذه المناسبة ومن خلال شاشة تلفزيون البحرين أن أعرب عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله تعالى. وأن أسجل بإعجاب عملية التنمية والتطوير والنهضة المباركة التي تشهدها المملكة، متمنيا لها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. وأود أن أنوه بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، ودائما ما نضع نصب أعيننا كمسؤولين في وزارة الخارجية التوجيهات السامية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، نحو تعزيز وتدعيم علاقات البلدين الأخوية الراسخة وتعميق التعاون القائم على كافة المستويات بما يلبي تطلعات وطموحات شعبيهما ويعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أن رغبة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله في السعي قدما بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب تأتي لدعم مسيرة الخير والتعاون والتنسيق والتكامل بين البلدين لمستقبل مشرق. وهذا ما جسده مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة سموهما، والذي يسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون. نعم. واليوم شاهد مملكة البحرين تزهو بإعلام المملكة العربية السعودية في مختلف أنحائها، ونلاحظ أن اللون الأخضر يكسو المباني الموجودة في البحرين، وهذا ما يعبر عن فرحة شعب البحرين بهذه المناسبة الغالية. وأيضا في أعياد مملكة البحرين نشوف أعلام مملكة البحرين ترفرف في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين. نعم، كما ذكرت تفضلي. تفضل، بإمكانك الإكمال. بس حبيت أختم أن أدعو الله جل قدرة أن يديم علينا موفور الأمن والاستقرار لتحقيق المزيد من البناء والتنمية في بلداننا. نعم، بإذن الله، علاقات تاريخية متميزة تجمعنا وستظل تجمعنا بالشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية، وإنجازات متواصلة على مختلف الأصعدة. السيد عبد العزيز العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.